ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل المحشي بكل تفاصيله. معانا هنا بصلتين كبار مبشورين، حطينا عليهم حبة زيت، هنقلبهم كده كويس لغاية ما لونهم يصفر، مش قوي، بسيط. هننزل بقى عليهم بشفشق من عصير الطماطم، هنحط بقى الملح، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود. هنحط بقى البهارات المحشي، تحفة، ربع معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة بتخلي المحشي طعم تاني خالص. هنسيبها بقى تتسبك. معانا بقى هنا الرز مغسول، وصفيته كويس قوي ما يكونش فيه مية. حطيت عليه الخضرة، دي حزمة من الشبت والحزمة من البقدونس والكزبرة. الصلصة كمان اتسبكت، حطيت عليها معلقة من الصلصة المعلبة عشان تدي للمحشي لون أحمر حلو. هننزل بقى كده على الرز، هنقلب بقى كويس قوي. انا بس حطيت معلقه ملح عشان مكنتش مقطره الملح في الصلصه. هنقلب برضو كويس. بصوا بقى كده لونه بقى احمر جميل. دي بقى الحله اللي هعمل فيها الورق عنب. بحب احط في قعر الحله شرايح من البصل. هنحشي بقى ورق عنب من الحته اللي هي بتبقى خشنه مش الناعمه. هنحط حبه رز صغيرين ونقفل كده عليها من الجناب. بصوا من الحته اللي هي بتبقى ورا، الحته الخشنه مش الناعمه، بنحط رز حبه صغيرين عشان الصبع يطلع صغير وحلو. لو كترت الرز اكتر من كده الصبع هيطلع كبير. كده خلصت، خلاص الكمية. طبعا ورق عنب يعني ليمون، عصرت عليها ليمونة واحدة وهحط على الوش شرايح من الليمون، تدي مزازة كده لورق عنب حلوة قوي. حط بس حبة زيت صغيرين عشان تدي الورق عنب لمعة. ندخل بقى على الفلفل والبتنجان. اهم حاجه في الفلفل او في البتنجان ان احنا ما نكبسش قوي قوي، يعني نتاكد ان هي الرز نزل لتحت بس ما نكبسش عشان يطلع مستوي وما يطلعش من الفلفل او البتنجان ورز يبهدل الحله. لا، نسيب كمان سنتي كده من فوق. برضو انا بحب احط حلقات من البصل حلقه. بصوا البتنجان برضو انا مش بكبس، انا بتاكد ان هو نزل تحت. في نفس الوقت برضو بسيب حته كده من فوق فاضيه عشان الرز ياخد راحته ويستوي كويس. هنقلها بس في حله اكبر. انا بقى من ضمن الناس اللي بتحب ترص، يعني عشان اضمن ان ما يبقاش فيه شويه تحت تهروا اكتر من الشوربه او عايزين ان احنا نرصهم في حله واحده، الفلفل مع البتنجان، ولو في كوسه كمان في حله واحده مفيش مشكله وكله هيستوي. ده كمان كان فلفل الحامي الكبير قوي، ده اللي هو بيتحشي، ده بيبقى مع المحشي طعمه تحفه. كده خلاص برضو معلقه زيت كده عشان ندي لمعه. هنا بقى الحله، النور كان قاطع معلش. هنا الحله اللي كنا مسبكين فيها الطماطم، حطيت مكعبين مرق الدجاج، وحطيت ملح. اهم حاجه في الشوربه نظبط الملح. هنا بقى حطيت كبشتين بس من الشوربه، يدوبك ورق العنب يتغطى بالشوربه، حاجه بسيطه جدا عشان ما يطلعش معجن. والفلفل والبتنجان الشوربه تبقى واصله لنص البتنجانه، وبنكون معلقين عليه النار
لغاية ما يتشرب كده 10 دقايق. بعد كده هنوطي النار ونغطي الحلة كويس قوي ونسيبها تستوي. هنعمل بقى جنبها البانيه المشوي، انا عملته على القناة قبل كده على الجريل، حبه من الزيت صغيرين قوي، وبكون متبله البانيه بسيبه قبلها بساعه، متبلاه ببصل وملح وفلفل والبهارات، بصل باودر وتوم باودر. تكون بس النار عاليه عشان البانيه ما ينزلش ميته. نديها بقى كده تقلبتين، ولو في اي حاجه لازقه في الجريل بمعلقه خشب او سيليكون هنشيل كده اللي هي الحاجات المحروق عشان البانيه ما ياخدش لون محروق منه. وده بقى بعد ما المحشي استوى، بصوا شكله تحفه، طعمه كمان كان تحفه. وده البانيه المشوي اصلا اكنها فراخ مشويه، بصوا مستوي وطريه من جوه، متخافوش يعني مش هتبقى ناشفه. وده كان الغدا النهارده، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي ألذ وصفة، وباي باي.